خلونا نروح نشوف معانا. طب قبل ما نروح ونشوف يا كابتن خالد بيبو، تحياتي. فايز، ازيك، اخبارك ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ انت عامل ايه؟ احمد وطبعا حبيبي وكابتن محمد، برحب بيكم يعني، وانا سعيد جدا انا دخلت معاكم في التليفون يعني. منورنا يا كابتن خالد، ومبروك المكسب اللي فات يا كابتن خالد. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. هو دي كوره، ماتش كده وماتش كده يعني، ما يعني لا انا كسبت بقيت احسن مدرب في العالم، ولا خسرت بقيت اوحش مدرب في العالم. صح، هي كوره كده، انت بتجتهد وربنا بيوفقك. بس انا شايف ان الموضوع خد اكبر من حجمه في التصريحات. انا كنت بتكلم عادي يعني التصريحات، انا كابتن خالد قلت انا ما سمعتش التصريحات، بس المواقع والناس كتبت. لا بص، الراجل المراسل بيكلمني بيقول لي لو السويس عرض عليك ان انت تمرن السويس، طبعا دي بلدي وشرف لاي حد ان هو يساعد بلده ويبقى ليه دور في ان السويس يصعد ثاني دور ممتاز. تمام، بس مش معنى كده ان انا بقول انا عايز امسك السويس دلوقتي. يعني الكلام لازم يبقى واضح جدا. تم تحريف الكلام يعني. متعاقد مع ساكن الحديد، نادي محترف جدا، ونادي اداني الثقه واداني، حصل لنا ضربات كتيره قوي. صح. مجلس اداره بقدر رئيس النادي طبعا حسن بيه، الناس كانوا في ظهري ومكملين معايا، وانا لا يمكن ان انا في اي حال من الاحوال ان انا اسيب الناس يعني. انا مرتبط مع الناس بعقد ومكمل معاهم السنه دي ان شاء الله، وانا اكثر واحد بيدعم طبعا الكابتن عبد الناصر، واقف جنبه وهسنده، بلدي في الاول في الاخر السويس. انما مش معنى ان انا بسند السويس معنى ان انا عايز امسك الفريق. طيب خالص يعني، كويس انك وضحتها يا كابتن خالد. دماغي ولا واحد في المليون يعني، انا اساعدهم ونتمنى ان هم يبقوا موجودين، وانما مش على حساب حد، ومش في التوقيت ده يعني. التوقيت ده بالنسبه لي صعب. في مدير فني شغال، في مدير فني محترم جدا شغال، وجهاز فني قوي جدا، وعنده خبرات كبيره جدا ومحترم جدا، وانا شغال في نادي كبير ومحترم. مظبوط. بقى عشان بس الناس تبقى فاهمه والامور تبقى واضحه جدا يعني، يعني طبعا السويس بلدي، واتمنى ان انا اساعدهم، بس مش في التوقيت الحالي. كابتن خالد انا مش هطول عليك، اشكرك شكرا جزيلا على توضيحك للنقطه ده والتصريح ده، عشان زي ما انت قلت فعلا الموضوع اخذ اكبر من حجمه. كابتن خالد بيبو طلع وصرح وقال ان هو السويس في الاول وفي الاخر بلده، قضى يعني حياه هناك جميله، يتمنى طبعا ان هو يقود منتخب السويس، ولكن مش في الفتره الحاليه. في مدير فني على راس القياده الفنيه منتخب السويس اللي هو كابتن عبد الناصر محمد، الراجل شايف شغله كويس. كابتن خالد ايضا بيشتغل في منظومه كويسه جدا، سك الحديد، الناس متمسكه بيه جدا، فهو يتمنى طبعا لكابتن عبد الناصر محمد ومنتخب السويس ان هم يكملوا الصحوه اللي هم فيها ويكونوا في وضع افضل من كده، ولكن الراجل يتمنى في المستقبل ان شاء الله يكون، لو هو يقدر يكون ليه يد او يكون ليه وضع مع منتخب السويس.